في الجيم. رامي ربيع احنا عارفين عنده شد خفيف في العضلة الخلفية، بيتعافى من هذا الشد، وإن شاء الله بعد عودة الفريق من غينيا هيشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بإذن الله. كان عنده برضو جلسة في الجيم وجري حول الملعب بتدريبات تأهيلية خاصة به يعني في الحقيقة. حسين السيد كمان غادر التقسيمة للإصابة، أحرز هدف بالمناسبة في هذه التقسيمة حسين السيد، وتألق وشارك بشكل جيد وتعرض لإصابة عضلية، فبالتالي حسين خرج من المران النهارده. فالامور كلها ماشيه بشكل جيد في اطار الاستعداد للمباراه الهامه جدا المقبله. عايزين برضو نطمن على بعض اللاعبين المحترفين واللي محترفي النادي الاهلي في صفوفه واللي بيلعبوا مع المنتخبات الخاصه بيهم، يعني بالتحديد اليو ديانج. اليو ديانج لعب امبارح مباراه امام المنتخب الاولمبي المغربي، مباراه كانت مهمه جدا، التصفيات المؤهله ل أمم أفريقيا تحت 23 سنة. هي دي لقطات اليو ديانج في الحقيقة، عمل مباراة أكثر من رائعة، ده أسيست منه هو. أسيست منه هو بهدف للمنتخب المالي عشان يتقدم 1-0، وبعد كده المنتخب المغربي اتعادل 1-1. لكن الجميل في الأمر تحركات اللاعب، هو اللي معاه الكورة دي تمام؟ استلامه، تمركزه بشكل جيد، هدوءه على الكورة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، القوة البدنية اللي بيمتاز بيها، الرزانة، الباص الجيد، لاعب مبشر، المرور كمان بشكل مميز جدا، واعتقد ادي لعبة طولية كمان رائعة، اعتقد انه هيكون احد العناصر المهمة. هو هنا قطع الكورة وعمل اسيست، فده شيء جيد في الحقيقة، وبيطلع بالكرة من تحت لفوق بشكل مميز، اعتقد احد العناصر اللي هتكون بارزة في مشوار النادي الاهلي الفترة القادمة، وباذن الله نتمنى له كل التوفيق هو وزمايله خلال الفترة الجاية. طيب خلينا نخش في حلقتنا بقى، نروح نشوف الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده. يلا